بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن المسلز أوف ذا باك أوف ذا فور أرم، فدي إحنا هنقسمها إلى مجموعتين اتنين. المجموعة الأولى دي إحنا هنسميها السوبرفيشال جروب، وديت كانت بتحتوي على 7 عضلات، هما بالترتيب من لاترال تو ميديال. من لاترال يعني من ناحية الصبع الكبير، هو اللاترال سايد. هنجد أول واحدة البريكيو ريدياليز، التانية الإكستنسور كارباي ريدياليس لونجس، التالتة الإكستنسور كارباي ريدياليس بريفيس، الرابعة الإكستنسور ديجيتورم، الخامسة الإكستنسور ديجيتي مينيمي، السادسة الإكستنسور كارباي ألناريس، والسابعة هي الأنكونياس. دي السوبرفيشيال جروب. أما عن الديب جروب فكانت تشمل 5 عضلات، أولهم السوبينيتور، يليها الأبدكتور بوليسس لونجس، ثم الابدكتور بوليسز بريفيس، ايه عفوا في الاكستنسور بوليسز بريفيس، ثم الاكستنسور بوليسز لونجس، ثم الاكستنسور انديسز. من الملاحظ في الديب جروب ان 3 من هذه العضلات كانت متصله بالبوليكس اللي هو الصنب او البيج فينجر، واحده فقط متصله بالاندكس، والاخيره كانت من فوق لا تصل بالاساس الى الهند. هنبتدي ناخد نناقش العضلات ديت واحده واحده من ناحيه تفصيل الاوريجن والانسيرشن والنيرف سبلاي والاكشن والامبورتنت ريليشن، ثم نناقش بعد كده تفصيل الاسم من اين اشتق. فنبتدي رقم واحد بالبريكيو اوريدياليز. الخريطه الجغرافيه بتاعتنا هي الفور ارم، الخريطه العظميه هي الفور ارم. الفور ارم من الباك، يعني لازم ده يكون الباك اوف ذا هيومرس. الباك اوف هيومرس من هنا دي اللور اند. الباك اوف لور اند اوف هيومرس از ماركت باي ذا بريزنس اوف وان بيج فوسا اسمها اوليكرين فوسا، وده كان على النقيض من الفرونت اوف ذا لور اند اللي كان فيها 2 فوسي الكورونويد اوريديل. هنا يبقى ده المنظر الخلفي، ده الباك اوف ريدياس، والدليل على كده من فوق ما كانش موجود الاوبليك لاين اللي كان من ريديال تيبروزيتي للبرونيتور تيبروزيتي، وايضا يوجد هنا من تحت الباك اوف ذا لور اند كانت رف وعليها عدد من التيوبركلز. المهم اذا كانت ديت اللور اند اوف سي هيومرس، فكان على اللاترال سايد كان في الكابيتولوم، وعلى الميديال سايد في التروكليا، ودولت كانت موديفايد تو كوندايلز. فوق كل من التروكليا والكابيتولوم يوجد بروز صغير اسمه ايبيكوندايل، على اللاترال سايد لاترال ايبيكوندايل، وعلى الميديال سايد ميديال ايبيكوندايل. ويتصل كل ايبيكوندايل بالشافت ببوردر واضح اسمه سوبرا كوندايلر ريدج او سوبرا كوندايلر لاين. فعندي لاترال سوبرا كوندايلر ريدج وميديال سوبرا كوندايلر ريدج. بصفه عامه اللاترال سايد من هنا كان مختص بعضلات الباك اوف ذا فور ارم، كان بالاكستنسور جروب اللي كان اولهم البريكيو اوريدياليز. تعالوا نشوف الاوريجن بتاع البريكيو اوريدياليز. شايفين طالعه منين بالاحمر؟ طالعه من الابر تو ثيردز اوف ذا لاترال سوبرا كوندايلر ريدج، وحطت الانسرشن بتاعها فين؟ حطت الانسرشن في اللور اند اوف ريدياس. فين بالتحديد؟ عند في اللاترال سايد، عند البيز اوف ذا ستايلويد بروسس. ده كان الاوريجن والانسرشن بتاعت البريكيورديالز. النيرف سبلاي لهذه العضله كان بياخد من السوبرفيشيال ريديال نيرف. احنا نتذكر ان الريديال نيرف كان بين العضله ديت وبين البريكياليز، عمل الحادثه بتاعته وانكسر الاثنين، سوبرفيشيال ريديال او اللي بنقول عليه الريديال اللي هو الكونتينيويشن بتاع الريديال، وده اللي كان بيغذي 3 عضلات في الباك اوف ذا فور ارم، اولهم البريكيو ريديالز. من الامبورتنت ريليشنز لهذه العضله انها كانت بتكون اللاترال باوندري بتاعت الكيوبيتال فوسا، والريديال نيرف كان بيمر بينها وبين البريكياليز.
الأكشن بتاع هذه العضلة. دي بيسموها عضلة التحية أو عضلة السلام اللي بنأدي بيها التحية العسكرية أو السلام المدني اللي بيسلموا به الناس على بعض. يعني وضع الفور آرم في حالة الجريتينج، جريتينج اللي هو السلام، يعني بيسموه الميد برون بوزيشن. فالأكشن بتاعها بتاع إيه؟ بتضع الفور آرم في الميد برون بوزيشن. ده كانت البريكيو ريدياليس. العضلة التانية اسمها اكستنسور كارباي ريدياليس لونجس. تعالوا نحلل الاسم. اكستنسور يعني احدى عضلات الباك اوف ذا فور ارم. بذكركم ان الفليكسورز هي عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم، اما الاكستنسورز هي عضلات الباك اوف ذا فور ارم. كارباي، كارباي يعني وصلت لمنطقة الكربس أو بالقرب منها في الميتاكربس. فإذا يعني لا تصل إلى الفينجرز ولا الديجيتس اللي هي أجزاء الفينجرز. ريدياليز، ريدياليز يعني لاتراليز، لأن الريدياس قاعدة على اللاترال سايد، فممكن نسميه اكستنسور كارباي لاتراليز، لاتراليز هنا بمعنى ريدياليز. لونجس فهي طويلة، بالتأكيد طويلة، يبقى لازم علشان في واحدة تانية قصيرة اسمها بريفس. تعالوا نرسم الخريطة بتاعتنا، خريطة الفور ارم من الباك، وبأكد مرة تانية الأوليكرين الفصة موجودة على الباك اوف ذا لور اند اوف ذا هيومرس. الاكستنسور كارباري ديليس لونجس كانت بتكمل الاوريجين بتاع البريكوريدياليس. اذا كانت البريكوريدياليس اخذت من الابر تو ثيردز اوف ذا لاترال سوبراكوندرج من هنا، فالاكستنسور كارباي ريدياليس لونجس بتاخد من اللور وان ثيرد اوف ذا لاترال سوبرا كوندايلر ريتش. لو جينا ننزل على الانسيرشن كده، شايفين عدت، هي موجوده من اللاترال سايد، احنا بنعد العضلات دي من اللاترال ميدي. اللاترال كانت هنا البريكوريدياليس، بعدها الاكستنسور كارباي ريدياليس لونجس، يعني داخل الوقت من اللاترال على الميديال. لو جينا بصينا على الانسيرشن هلاقيه حاطط الانسيرشن بتاعته في البيز اوف ذا سكند ميتا كاربال، وباكد تاني الميتا كاربال بونز احنا بنعدهم من لاترال لميديال. اللاترال وان هو الفيرست، اما السكند يلاقيه من على الميديال سايد بتاعه. تحط الانسيرشن في البيز اوف ذا سكند ميتا كاربال بون. العضله ديت كانت واحده من العضلات اللي بتدخل من تحت الاكستنسور ريتيناكولوم. ايه الاكستنسور ريتيناكولوم؟ الديب فاشيا في منطقة الريست في الفرنت أو في الباك بيحصل لها كوندنسيشن وتتحول إلى صورة نسيج مستطيل الشكل، بيسموه اكستنسور ريتيناكولوم. وظيفته ريتيناكولوم يعني إيه؟ ريتيناكولوم جاي من ريتين، ريتين يعني يحفظ، فهي بيسموه الحافظة. فهي ديب فاشيا على شكل بند حافظة للتندونز بتاعة الاكستنسور ماسلز، وهي معدية من الفرقر رايحة للهند. اذا هي حافظة بتحفظ التندونز في مكانها اثناء الكونتراكشن بتاعها علشان ما تتحركش من هذا الموقع. يبقى بتعدي من تحت الاكستنسور تلاكم في ترتيب جميل هنحكي عليه بعد شوية. طيب ده كان الاوريجين والانسيرشن اوف ذا اكستنسور كارباي ريدياليس لونجس. النيرف سبلاي، هذه العضله ايضا تاخد من الريديال نيرف اللي هو السوبرفيشال ريديال نيرف. الاكشن بتاعها هذه العضله هتشتغل على منطقه الريست، هتعمل ايه؟ هتعمل اكستنشن اوف ذا ريست وتعمل ابدكشن اوف ذا هاند. العضله الثالثه اسمها اكستنسور كارباي ريدياليس بريفس، وبنفس الطريقه. تعالوا نحلل الاسم، اكستنسور يعني من عضلات الباك اوف ذا فور ارم، كارباي لمنطقه الكربس او شو بتعدي من عليها او بتمسك فيها، بتعدي من عليها وتتصل بالميتاكاربس. ريدياليز يعني على اللاترال سايد، بريفس يعني شورت، يعني هي اقصر شويه من مين؟ اقصر شويه من اللونجس. الاوريجين بتاعها هنا دي مختلفه عن اللونجس، ازاي؟ هتاخد الاوريجين بتاعها من الفرونت اوف ذا لاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. الفرونت اوف لاترال ايبيكوندايل اوف هيومرس هو مكان شهير لخروج عضلات كثيره من الباك اوف ذا فور ارم من الاكستنسور جروب. يسموا هذا المكان كومن اكستنسور اوريجين. يبقى الفرونت اوف ذا لاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس يسموه الكومن اكستنسور اوريجين، كان بيعطي الاوريجين اوف ذا اكستنسور كارباي ريدياليز بريفس. احب اقول ان هذه العضله تقع ديب للاكستنسور كارباي ريدياليز لونجس، اما الانسيرشن بتاعها
بينزل من تحت الاكسنسوري تناكلوم ويضع مكانه في السيرد ميتاكاربال بون، في البيز اوف ذا سيرد ميتاكاربال بون. هنا احب اضيف واقول وافكر ان اللونجس كانت حطت الانسيرشن في السكند ميتاكاربال، اما البريفس حطت الانسيرشن بتاعها في السيرد ميتاكاربال. امال ليه سموا دي لونجس ودي سوي؟ يعني الاثنين من ناحيه الانسيرشن في اماكن متقاربه. من ناحيه الاوريجين كانت اللونجس كانت بتاخد الاوريجين بتاعها من ليفل اعلى من اللور وان سيرد اوف من اللور سيرد اوف ذا لاترال سوبرا كوندايلر ريدج، فوق مستوى مين؟ فوق مستوى البريفس. اذا فهي اعلى منها، فهي اطول منها، فهي لونجس وديت البريفس. النيرف سبلاي هنا مختلف. الاكستنسور كارباري ديلس لونجاس كانت بتاخد نيرف سبلاي من الريديال او السوبرفيشال ريديال، الريديال الاصلي. اما الاكستنسور كارباري ديلس بريفس، فده الفرق الثاني بينها وبين لونجاس، هتاخد نيرف سبلاي من البوستيريور انتر اوسياس نيرف اللي هو بيقولوا عليه الديب ريديال نيرف، اللي هو البيج برانش اللي هو الريديال نيرف بعد ما عمل حادثته وانكسر لنصين سوبرفيشال وديب، هتاخد من الديب ريديال نيرف. الاكشن بالظبط زيها زي مين؟ زي اللونجس. هتعمل اساسا اكستنشن للريست جوينت، وشويه تعمل كمان ابدكشن اوف ذا هاند. العضله الرابعه اسمها اكستنسور ديجيتورم. ادي الخريطه بتاعتنا، الباك اوف ذا فور ارم، العظام اللي بتكونه. لاحظوا معايا الاوريجين كده بتاعها، هتطلع الاوريجين اوف ذا اكستنسور ديجيتورم يخرج من الكومن اكستنسور اوريجين. يعني ايه كومن اكستنسور اوريجين؟ يعني فرونت اوف لاترال ايبي كوندايل اوف ذا هيومرس بهذا الشكل اهي، طلعت من الفرونت اوف لاترال ايبي كوندايل اوف هيومرس. الانسرشن بتاعها العضله البالك هي دي اكبر عضله في عضلات الباك اوف ذا فور ارم. الانسرشن بتاعها شويه من قبل اما تصل للريست هينقسم الانسيرشن بتاع العضله ديت الى اربعه تندونز. هيروحوا فين؟ هيروحوا يعملوا انسيرشن مميز. الانسيرشن المميز ده هيصل الى الميديال فور فينجرز، لكن بيعمل تشكيله جميله. التشكيله الانسيرشن بتاع الاكستنسور ديجيتورم الجميله يطلق عليها اسم الاكستنسور اكسبانشن. ايه هي الاكستنسور اكسبانشن؟ ده بيسموه الشركة العامة للإنسيرشن، اللي عضلات كتيرة من عضلات الباك اوف ذا فور ارم والهاند بتحط الإنسيرشن بتاعها فيها. ازاي؟ هنقول التن عبارة عن تندون او عبارة عن إنسيرشن مقسم الى اربعة تندونز. الاربعة تندونز دول بيجي عند الباك اوف ذا هاند ويتحدوا مع بعض. بيتحدوا مع بعض بايه؟ بانتر كونكشنز، باتصالات. وعشان تروح فين؟ علشان تروح للميدل والديستال فالانجيز اوف ذا ميديال فور فينجرز. طب ايه فايدتها؟ فايدتها ان الاكستنسور تانيكولوم دهيت ديت فاعله خير. العضله اللي مش قادره توصل للصوابع هتشيلها وهي وتوديها للصوابع، وعلى راسهم الاكستنسور ديجيتورم، فاخدت الانسيرشن وودته للاربع للميديال فور فينجرز، للميدل والديستال فالانجيز بتاعتهم، وايضا هيدخل فيها انسيرشن او تندونز لعضلات كتيره زي ما هنشوف بعد شويه، وتوصلها للفينجرز المرجوه بتاعتها. دي الاكستنسور ديجيتورم. النيرف سبلاي البوستيريور انتر اوسياس، وهو النيرف المسؤول عن تغذيه معظم عضلات الباك اوف ذا فور ارم. الاكشن اكستنشن اوف ذا ريست، وتعمل اكستنشن للميتاكاربوفالنجيال وكل الانتر فالنجيال جوينتس للميديال فور فينجرز. احب اضيف اقول ان هذه العضله التندون بتاعها لو الاكستنسور ريتينيكولم كان بيمر من تحت الاكستنسور اكسبانشن، كان بيمر من تحت الاكستنسور ريتينيكولم. ده معنى كده ان لحد الان في ثلاث عضلات مرت من تحت الاكستنسور ريتينيكولم، ودي هنناقشها بعد كده في موضوع منفصل. العضله الخامسه اسمها الاكستنسور ديجيتي مينيمي، عضله صغيره هتطلع من الكومن اكستنسور اوريجين من الفرانت اوف ذا لاترال ايبيكوندايل.
الانسيرشن بتاعها هتروح تلتحق بالاكستنسور ريتينيكولوم. ليه؟ علشان هي عضله صغيره مش قادره توصل ديجيتي مينيمي، يعني واصله للليتل فينجر، هي مش قادره توصل للليتل فينجر، فهتدخل الاكستنسور اكسبانشن وتتولى الاكستنسور اكسبانشن حملها الى الليتل فينجر. يبقى الانسيرشن انتو ذا اكستنسور اكسبانشن ذات كاريت يعني ايه؟ يعني كاري ذا تندون، كاري ذا انسيرشن اوف ذا اكستنسور ديجيتي مينيمي تو ذا ليتل فينجر. النيرف سبلاي، النيرف سبلاي هو البوستيريور انتر اوسياس نيرف اللي هو الديب ريديال نيرف. الاكشن بتاعها هتشتغل من خلال الاكستنسور اكسبانشن على الليتل فينجر وتعمل اكستنشن لمين؟ للديجيتس بتاعته، بالاضافه الى انها ايضا عضله ويك، تعمل ويك اكستنشن او زي ريست جون. العضله السادسه اسمها اكستنسور كارباي النارس، هذه هي الباك اوف ذا فور ارم من العظام. مميز ان الاكرين الفصه موجود على اللور اند اوف ذا هيومرس، كذلك كان على الابر اند اوف النا كان في الاوليكرينون بروسيس الرف اريا. طيب لما نيجي نشوف كده، نفس المكان اللي طلعت منه العضلات، معظم عضلات الباكوز فور ارم اللي هو الكومون اكستنسور اوريجين، يعني الفرونت اوف لاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس، اخر خرجت منه خرج منه الاوريجين اوف ذا اكستنسور كارباي النارس. الانسرشن بتاعها هيروح للفيفث ميتا كاربال بون، يبقى يروح للدورسال اسبكت اوف ذا فيفث ميتا كاربال بون، اللي هيعدي ايضا يمر من تحت الاكستنسور ريتينيكولوم في ترتيب جميل للتندونز هنحكي عليه ايضا بعد لما نوصل لمين؟ الكومبارتمنتس اللي تحت الاكستنسور ريتينيكولوم. النيرف سبلاي بوستيريور انتر اوسياس نيرف اللي هو الديب ريديال نيرف، الاكشن بتاعها تعمل اكستنشن اوف ذا ريست جوينت وايضا تعمل سلايت ابدكشن of the hand. العضلة السابعة والأخيرة في السوبرفيشال جروب كان اسمها الأنكونياس ماسل. الأنكونياس ماسل، لاحظ حاجة ظريفة هنا، هي العضلة الوحيدة من عضلات السوبرفيشال جروب of the extensors of the back of the forearm اللي كانت بتطلع الأوريجين بتاعها من الباك of the lateral epicondyle. لاحظنا ان كان الكومن اكستنسور اوريجين من الفرونت، اما دي الوحيده اللي الاوريجين بتاعها هيكون من الباك of the lateral epicondyle of the humerus. وتحط الانسيرشن بتاعها فين؟ هتحط الانسيرشن بتاعها في الاوليكرينون بروسيس of the ulna. فين في الاوليكرينون بروسيس؟ في اللاترال سايد، وتنزل منه على الابر وان ثيرد او وان فورث of the back of the ulna. النيرف سبلاي اوف ذا انكونياس، العضله دي مختلفه، تاخد من الراديال او من السوبرفيشال راديال. احب ااكد هنا واقول ان السوبرفيشال راديال نيرف كان بيعطي ثلاثه فقط من عضلات الباك اوف ذا فور ارم، هما كانوا البريكيو رادياليز والاكستنسور كارباي رادياليز لونجاس، والثالثه كانت الانكونياس. فيما عدا ذلك جميع العضلات سواء كانت سوبرفيشيال او ديب تاخد الاوريجين بتاعها من الديب ريديال او البوستيريور انتر اوسياس نيرف. ده كان الاوريجين والانسيرشن والنيرف سبلاي. الاكشن، العضله ديت كانت بتعمل ويك اكستنشن لكنها بتثبت الالبو جوينت من الخلف. ندخل بعد كده على عضلات الديب جروب. ديب جروب اوف ايه؟ ديب جروب اوف ذا باك اوف ذا ماسلز اوف ذا باك اوف فور ارم اللي هي كانوا بيسموها الاكستنسور ماسلز. فناخد رقم واحد السوبينيتور، نرسم الخريطه بتاعتنا. خريطتنا هي الخريطه العظميه للباك اوف ذا فور ارم. عظام الباك اوف فور ارم فيها اللور اند اوف ريدياس ماركت باي ذا بريزنس اوف ذا اوليكرينون فوسا، ودي الباك اوف ريدياس ودي الباك اوف النا، لكن موجود في الفرونت اوف ابر اند اوف النا من على اللاترال سايد، مش باين، انا مشففها، في حفره بيضاويه الشكل اسمها سوبينيتور فصه. البوستيريور بوردر بتاعها عباره عن شارب او اليفيتد بوردر اسمه سوبينيتور كريست. طيب هنا كانت في عندي ليجامنت اسمها ريديال كولاترال ليجامنت او لاترال كولاترال ليجامنت، هي عباره عن ايه؟ الالبو جوينت ديت هنج جوينت، يعني ايه؟ يعني يوني اكزيال ساينوفيال بتتحرك على
هوريزونتال اكسس او ترانسفيرس اكسس. كويس، يعني اتحرك على محور واحد افقي، فاذا مفيش حركات على محور تاني، فمحتاجه المحور الاخر، المحور اللي بتتحرك عليه يكون سبورتد بتو ليجمنتس، واحده على الميديال سايد بتاعت الجوين، واحده على اللاترال سايد. اللي على الميديال سايد هيسموها ميديال كولاترال ليجمنت، لكن هنا بسميها ايه؟ اللي على الميديال سايد بيسموها ميديال كولاترال، واللي على اللاترال سايد يسموها لاترال كولاترال. انا بسمي دي لاترال كولاترال او اسميها الريديال كولاترال، لان الريدياس كانت موجوده على اللاترال سايد. ده الكلام ده موجود في جميع الجوينتس الهنج اللي في جسم الانسان. طيب انا بكمل الخريطه بتاعتي. دي الابر اند اوف ريدياس اللي كانت الهيد بتاعتها ديسك شيب، كانت عليها ليجمنت عامله زي الحوايا اللي بيحطوها الفلاحين على راسهم لما يشيلوا الاوزان الثقيله، فبيسموها انيولار ليجمنت. انيولار يعني الليجمنت اللي تشبه الحوايا، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن رباط دائري يحيط بمين؟ بالابر اند اوف ريدياس. دي كانت الخريطه بتاعتنا. من هذه الخريطه كانت الاوريجين اوف ذا سوبرينيتور. ازاي هتطلع بتو هيدز؟ سوبرفيشال هيد. السوبرفيشال هيد هتطلع منين؟ هتطلع من الباك، من اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. طيب تطلع منين كمان؟ هتطلع تنزل على الريديال كولاترال ليجمنت وتطلع على الانيولار ليجمنت. لاحظوا معايا كده، السوبرفيشال هيد اخذت الاوريجين بتاعها من ثلاث اماكن في اللاترال سايد. منين؟ من اللاترال ايبيكوندايل اوف هيومرس، والريديال او اللاترال كولاترال ليجمنت، والانيولار ليجمنت المحيطه بالابر اند او بالهيد اوف ذا ريدياس. طب الديب هيد، الديب هيد لاحظوا معايا كده طلع من السوبينيتور فوسا والسوبينيتور كريست اوف انا. اذا الديب هيد ممكن نسميها ميديال هيد، والسوبرفيشال هيد ممكن نسميها لاترال هيد. يبقى اخدوا الاوريجين من خمس اماكن بهذا الشكل. تعالوا نشوف الانسيرشن بتاع هذا الاوريجين اهوت. ماشي، اما الانسيرشن كان فين؟ كان في الريدياس. فين في الريدياس؟ في الابر ثيرد اوف ذا فرونت ولاترال سايد والباك اوف ذا شافت اوف ذا ريدياس. دي كانت السوبينيتور. النيرف سبلاي ده كان النيرف اللي بيخترقها اسمه البوستيريور انتروسيوس او الديب راديال، فبيخترقها ويغذيها، فنجد النيرف سبلاي بوستيريور انتروسيوس او الديب راديال نيرف. الاكشن بتاعها سوباينيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا فور ارم. هي ماسكه في الراديوس انسيرشن، فهتحرك الراديوس وتشدها لقدام وتشدها علشان تعمل ايه؟ علشان تعمل lateral rotation of the radius over the ulna، في الحركة اللي بنسميها supination of the forearm. افكركم بالsupination of the forearm كان بتعمله عضلتين اتنين، البايسبس براكيا دي من الابر ارم، ومن الفور ارم كانت في عندي السوبينيتور مصر. العضلة اللي اسمها السوبينيتور ذكر اسمها قبل كده، دي كانت من الفلور، بتشكل الفلور اوف ذا كيوبيتال فوسا مع البراكياليز مصر. العضله الثانيه اسمها ابداكتور بوليسز لونجس. تعالوا نمسك الاسم ونحلله بعد ما نرسم الخريطه بتاعتنا. خريطتنا العظميه ادي الباك اوف ذا فور ارم، ادي الباك اوف ذا فور ارم، وننزل تحت هنا ده مكان الصبع الكبير، يبقى ده اللاترال سايد، بياكدوا ان الريدياس موجوده، والريدياس موجوده على ايضا اللاترال سايد. فاذا ده اللاترال سايد اوف ذا هاند، وده اللاترال سايد اوف ذا فور ارم، دي الريدياس ودي الالنا، وكان دول التو بوردرز الموجهين لبعض، الانتر اوسيوس بوردر اوف ريدياس، وده الانتر اوسيوس بوردر اوف الالنا، وكان بينهم ممبرين اسمه انتر اوسيوس ممبرين. العضله اللي اسمها ابداكتور يعني عضله بتعمل ابدكشن، بوليسز للصم لونجس، فهي طويله. تعالوا نشوف ناحيه الصم. ده الصم في عقلتين اتنين، يعني في تو فالانجيز، واحده بروكسيمال واحده ديستال. قبل الصنب كان في الفيرست ميتاكاربال اللي هو اللاترال ميتاكاربال. طب تعالوا نشوف العضله اللي اسمها الابداكتور بوليس لونجس طالعه منين. راقبوا معايا كده، دي طالعه من الالنا. طالعه منين من الالنا؟ طالعه من الابر ثيرد اوف ذا باك اوف الالنا، ابر ثيرد اوف ذا باك اوف شافت اوف الالنا. دي تحت الانسيرشن اوف انكونيس، الانكونيس كانت حاطه الانسيرشن هنا مباشره من تحت الانكونيس، وتخرج منين كمان؟ وجزء اخر هيخرج من الميدل ثيرد اوف ذا باك اوف ريدس. اذا العضله دي ماشيه اوبليك، وتخرج طبيعي من الانتر اوسيوس ممبرين اللي بينهم.
الانسرشن بتاعها، العضله ديت هتحط الانسرشن بتاعها زي ما انتم شايفين في اللاترال سايد اوف ذا بيز اوف ذا فيرست ميتا كاربال بون. النيرف سبلاي، انا قلت من شويه ان كل عضلات الباك اوف ذا فور ارم سواء كانت سوبرفيشال او ديب ما عدا ثلاثه اللي هما البريكيلوديالز والاكستنسور كاربايلوديالز لونجس والانكونيوس، كل العضلات هتاخد الاوريجين النيرف سبلاي بتاعها من البوستيريور انتر اوسياس اللي هو الديب ريديال نيرف من اسمها ابدكتور بولس لونجس، يعني تعمل ابدكشن اوف مين، تعمل ابدكشن اوف ذا سم، وتعمل كمان معاه ابدكشن اوف ذا ريست. احب اضيف حاجه ان دي كان واحده من مجموعه عضلات كتير كانوا بيعدوا من تحت الاكستنسور ريتينيكولم، وده موضوع مستقل باكد عليه للمره الثالثه، هشرحه كموضوع مستقل العضلات اللي بتعدي من تحت الاكستنسور ريتينيكولم. ديت العضله الثانيه في الديب جروب، اول عضله تسع في الترتيب العام لل 12 عضله من عضلات الباك اوف ار. نوصل للعضله العاشره اللي كانت اسمها الاكستنسور بوليسز بريفيس. اكستنسور بوليسز بريفيس ادي الخريطه العظميه بتاعتنا، ادي اللور اند اوف هيومرس من الباك ماركت باي ذا اوليكرينال فوسا، وديت الباك اوف ريدياس والباك اوف النا، وادي الانتر اوسس ميمبرين اللي بيربط بتوين ذا تو انتر اوسياس بوردرز اوف ذا ريدياس اند النا، وادي هنا الباك اوف ذا بونز اوف هاند من على الايه من اللاترال سايد، كانت في عندي عظام البيج فينجر والفيرست ميتاكاربال. تعالوا نشوف الاكستنسور بوليس لونجس الاوريجين بتاعها، شايفين طالعه منين؟ واضح جدا دي الاكستنسور بوليس بريفيس، عفوا اكستنسور بوليس بريفيس كانت واضحه، دي عضله صغيره وقصيره طالعه من مكان واحد، طالعه منين؟ طالعه من الباك اوف ريدياس. طالعه منين من الباك اوف ريدياس؟ زي ما انتم شايفين من اللور سيرد، من التلت التحتاني. الله، امال الابر سيرد والميدل سيرد كان فيه ايه؟ الابر سيرد كان فيه السوبينيتور هنا، والميدل سيرد كان في العضله الثانيه اللي قلناها من شويه للاكستنسور بوليسس لونجس، اما ديت هنا اللي هي الابدكتور بوليسس لونجس، اما ديت هنا الاكستنسور بوليسس بريفيس طالعه من اللور سيرد اوف ذا باك اوف ريدياس، وكمان جزء منها يطلع من الانتر اوسياس امبريت. الانسرشن بتاعها لانها بريفيس فلا تصل الى الديستال فالانكس. البريفيس اما قصيره في الطول من عند الاوريجن او من عند الانسرشن، لو من عند الانسرشن هتصل البروكسيمال فالانكس تبقى بريفيس، لو هي لونجس تبقى تصل الى الديستال فالانكس، ولان دي بريفيس فقلنا الانسرشن بتاعها بيكون في البيز اوف ذا بروكسيمال فالانكس اوف ذا سم، يبقى طالعه من اللور سيد اوف باك اوف ريدياس للبروكسيمال فالانكس. النيرف سبلاي زيها زي معظم عضلات الباك اوف فور ار، تاخد من البوستيريور انتر اوسياس اللي هو الديب ريديال نيرف. الاكشن بتاعها من اسمها اكستنسور بوليسز، يعني تعمل اكستنشن اوف ذا ايه؟ هتعمل اكستنشن اوف ذا انتر فالانجيال جوينت اوف ذا سم. العضلة اللي بعد كده طبعا دي واحدة من مجموعة العضلات اللي كانت بتمر من تحت الاكستنسور ريتينيكولوم اللي هنعاود شرحها بعد شوية. العضلة رقم 11 اسمها اكستنسور بوليسس لونجس. الاكستنسور بوليسس لونجس راقبوا معايا هتطلع منين؟ افكركم ان الاكستنسور بوليسس كانت طالعة من الريدياس، الابدكتور بوليس لونجس كانت طالعة من الالنا ومن الريدياس. تعالوا نشوف دي كده، الاكستنسور بوليسس لونجس الانسرشن بتاع الاوريجن بتاعها واخده من الالنا، يبقى البريفيس كانت واخده من الريدياس واللونجس واخده من الالنا. منين واخده من الالنا؟ هتاخد من الميدل سيرد اوف ذا باك اوف الالنا من هنا، وتحط الانسرشن بتاعها لانها لونجس في الديستال فالانكس اوف ذا سم. نيرف سبلاي بيكون البوستيريور انتر اوسياس نيرف زيها زي عضلات الباك اوف فور ارم ما عدا الثلاثة المعروفين اللي كانوا من البريكيوريدياليز والاكستنسور كاربايريدياليس لونجس والانكونياس. بعيد وازيد واكد مرة تانية على المعلومة ديت، من اسمها الاكشن بتاعها اكستنسور، يعني تعمل اكستنشن بوليسز للسم لونجس الطويلة، تعمل اكستنشن اوف ذا ايه اوف ذا انترفالنجيال جوينت اوف ذا سم، وهتعمل
انا احب بس اكد معلومه في اللي فاتت. الاكستنسور كاربو الاكستنسور بوليسيس بريفيس كانت بتعمل اكستنشن للميتاكاربو فالانجيال جوينت اوف ذا ثامب، اما الاكستنسور بوليسيس لونجاس فكانت بتعمل اكستنشن اوف ذا انتر فالانجيال جوينت اوف ذا ثامب، وكمان هتعمل اكستنشن اوف ذا ريست وتعمل معاه سلايت ابدكشن اوف ذا ريست. دي كانت واحدة من العضلات اللي بيمرهم بترتيب مميز من تحت الاكستنسور ريتيناكولوم. العضلة رقم 12 والأخيرة اسمها اكستنسور انديسز، واضح انها اكستنسور يعني من تبع الباك اوف ذا فور ارم، انديسز يعني ماسكة في الاندكس فينجر. ده الانتر اوسيوس ممبرين اللي كان بيربط بتوين زي ريديوس اند انا من خلال الانتر اوسيوس بوردر بتاعهم. شوف الاورجن بتاعها ما بقيش لنا غير التلت الاخير في الباك اوف ذا شافت اوف انا، فتطلع من التلت الاخير من اللور وان ثيرد اوف ذا باك اوف ذا شافت اوف انا، وهتحط الانسرشن بتاعها فين؟ انا راسمها هنا ان حط الانسرشن بتاعها في الديستال فالانكس بتاعت الاندكس فينجر. ده كان من خلال اتصالها بالاكستنسور اكسبانشن اللي كانت موجوده في هذا المكان، ففي هذا المكان يوجد الاكستنسور اكسبانشن اللي الاكستنسور انديسز هتلتحق بيه ويشيلها يوصلها الى الايه الديستال فالانكس اوف ذا اندكس فينجر. ده كان الاوريجين والانسيرشن اوف ذا اكستنسور انديسز. النيرف سبلاي بتاعها البوستيرور انتر اوسس زي معظم عضلات الباك اوف ار اللي هو الديبريديال نيرف. الاكشن بتاعها هتشتغل على الاندكس فينجر، هتعمل اكستنشن لمين؟ هتعمل اكستنشن للانتر فالانجيال جوينت اوف ذا اندكس فينجر، وكمان تعمل معاه اكستنشن اوف ذا ريست جوينت. احب اكد ان هذه العضله كانت من احدى العضلات اللي بتمر من تحت الاكستنسور ريتيناكولوم اللي هي دي فاشيا اوف ذا باك اوف ذا ريست اللي بتعمل كنترول للموفمنت وتعمل كيبنج للبوزيشن للتندونز اوف ذا اكستنسورز اوف ذا فور ارم وايل باسنج تو ذا هاند. ديت كانت الايه العضلات بتاعت الباك اوف ذا فور